الموضوع اسمه ايه؟ impending rupture. يبقى ناخد ايه دلوقتي؟ rupture uterus. ده افظع، دي قنبله في الحوادث. يعني هما بتيجي عيانه rupture uterus، بنسيب القاعه كلها ونقعد جنب العيانه دي، تدخل رعايه بقى مهزله. انفجار الرحم نسبته 1 كل 2000 ل 4000 ولاده. طيب 1 2000 ل 4000 ولاده ده كومن ولا رير؟ لا كومن. اللي انت كل 20 يوم تشوف لك ايه؟ حاله لمصيبه، او كل 30 يوم تشوف لك حاله. دي بتقلب الحوادث دي. يعني 1 كل 2000 ل 4000. مين اكتر عيانه عرضه للرابشر يوترس؟ مالتي. ولازم نقول كلمه جراند. احنا يعني ايه جراند؟ اكتر من 5 ولادات. ليه جراند بقى الرسمه دي؟ وجت في الام سي كيو على فكره السؤال ده. ايه الحاجات اللي تخلي المالتي عرضه للرابشر يوترس اكتر؟ نشوف على الرسمه. الدكتور هتسمعهم برضو. اول حاجه اللي عندي واقفه بالجنب ده السيمفيسس بيوبس، وده الاوبتيوريتور فورامين، ودي بطنها مدلدله اسمها بينديولاس ايه؟ قبل. هو فين الاكسس بتاع الحوض هنا؟ كده. البيبي لازم ينزل كده. بطنها المدلدله خلت الاكسس كده. يعني الدايركشن بتاع الفورس عكس الاكسس بتاع البيبي. فالحته دي هيحصل لها ويكنس، هيحصل لها ايه؟ يبقى اول سبب ها؟ بينديولاس ابدوم. طب ندخل على اللي بعده، اليوتران وول اخباره ايه؟ فيري ويك. تولد تحمل، تولد تحمل، تولد. العينه ديت الوول بتاع اليوترس فيري ويك، فيفرقع. غير كده اكتر سبب للمال برزنتيشن از مالتي بار. على فكره بينديولاس ابدوم بطن واسعه بقى ينام بالعرض براحته بقى. يعني قصدي اقول المال برزنتيشن دي تؤدي الى رابشر يوترس. الحاجه اللي بعديها بيبي الماكروسوميك، لسه قايلين بومب. بومب اللي حرف الام ايه؟ بيبي فحل. اكيد هتبقى ايه بقى كده؟ اوبستراكتيف. اخر حاجه بقى ده رقم 5 اوستيوماليشيا. خدناه. قلت لك من كتر الولادات الكالسيوم بيتسحب من العظم، فيبقى شكل الحوض كده فاكنه ترايراديت. تلاقي السكرم دخل لجوه الهيد اوف فيما، اسمه ترايراديت بانس، وده يساعد على الرابشر. اخر حاجه بقى والحمد لله مزودها كتاب الاسم السنه دي، فولس سنس اوف سكيورتي. يعني انت رحت الولد ده 5 مرات، هتقول دي هتكح ايه؟ تولد. مين اللي انا بهتم بيها في الولاده؟ براجل. وسيد مين؟ هتفرقع. على فكره احساس بالامان ده مش كويس، تلاقي العيله فرقعت وانت مش واخد بالك. يبقى ما يقول لي بقى 6 اسباب. طبعا جاب في الام سي كيو قال لك ايه بقى؟ all are factors of rupture uterus in grand multipara except. وكتب small size fetus اللي هو الاي او شي ار. لا اسمه ده اهوت جود يوتراين وول. سهله تتالف. في الاخر قال كونتراكتد بلفس. اللي هي الاوستيوماليشيا. انت تقول معقوله يعني 5 مرة هتولد قيصري علشان كونتراكتد بلفس؟ يبقى اللي هيسمعهم 6 هما بينديولاس ابدوم، ها، ويك يوتراين وول، مال برزنتيشن ماكروسوميا، اوستيوماليشيا، وفورس سنس اوف سكيورتي. سؤال مهم ام سي كيو جه قبل كده، قولي. سنس اوف سكيورتي. حد قال لك حاجه؟ بامانه. طيب انت لما بتسكتي كده بحس ان انت بتسمعي. تعالوا نشوف بقى اسباب رابشر. ده الاسم صراحه اختصره جدا، في مواضيع كده بقت صغيره. الاسباب بتاعته اهم سبب في كل ده، ده ايه ده؟ سكار، يوتراين سكار. ده على فكره اكتر ناس دلوقتي بتولد بتولد ايه؟ سيزاريا. على فكره معظم الستات قيصري. طب طالما قيصري يبقى اكيد في جرح، الجرح ده ويك بوينت. ان شاء الله ما يحصل رابشر يوترس هيحصل فيه. يبقى ما يقول لك ايه الكومنست كوز اوف رابشر يوترس؟ هتقول له ايه؟ سكار. والله بقى اسباب ايه او ايه؟ حمل او ولاده. ناخد اسباب الحمل. سبونتينيوس وتروماتيك. سبونتينيوس قلنا يوتراين ايه؟ هتعرف المرة اللي جاية إن الأبر سيجمنت سكار أضعف من، عشان كده معظم الستات بنفتحهم إيه؟ لور. الأبر ده خطر، السكار بتاعه ضعيف وهنعرف ليه. يبقى ما تنساش مين اللي عرضة لفقاعة أكتر، أبر سيجمنت ولا لور؟ في السكار. طيب تروماتيك، حادثة عربية. يعني هو كل الحوامل يعني مقصودين إن اتخبطوا؟ يعني أي واحدة حامل ميكروباص اخبطها؟ يعني الموضوع ده أكيد فيري رير. طيب دي ماتت حتى ديورينج ليبر. سبونتينيوس وتروماتيك ودي. نمسك سبونتينيوس. يوتراين ايه برضه؟
يعني هيفرقع اثناء الحمل وهيفرقع اثناء حد يقدر اثناء الحمل اكتر سترينستر يفرقع فيه؟ مش عايز امخ السرد طبعا كل ما البريشر يزيد. طيب اني ستيج اوف ليبر يفرقع اكتر؟ سكند لما توصل البريشر جوه 80 ملم مركي. يبقى هنا ثيرد تريمستر يحصل رابشر وهنا في السكند ستيج. طيب اوبستراكتد ليبر لسه قايلينها اسمها ايه؟ امبندنج رابشر. الحته ديت فيري تنفع فرع. اكتب ده في مصر اهو مال يوزو في ايه؟ في مصر اشطر ناس نستخدم اوكستوسن. احنا بنفجر عادي. احنا في الحوادث انزل شوف النائب بيعمل ايه عشان يخلص القاعه. بيحط يجي 20 وحده لكل عيانه ويكتب عليهم خمسه وعايز يخلص وسايتوتيك عارفينه اللي هو ميزوتيك يقعد يرمي كده معاه الشريط يحط ايه؟ فرقع لا ايه؟ لا تولد. يعني قصدي اقول مال يوز اوف اوكسوسن ده غلط بيعمل رابشر يوترس في مصر. تروماتيك بقى. قالتين شفناهم قبل كده. شوف مين هيقول خدناهم فين؟ الاله دي بتاع البيبي ميت. ده انا لازم ادخله جايدد بايدي. صح؟ عشان اخرم راس البيبي. طب اذا انا دخلته عمياني. رابشر يوترس او فيستيولا اللي في جنب كده. طيب بلاش ده. ايه ده؟ فورس تلات بدخله ازاي؟ جايدد بايدي برضه اهو بحطه كده انا هزحلقه على ايدي واركبه على راس. طب اذا دخلت عمياني رابشر يوترس اوت. هنا بقى في حاجه معلومه عشان احنا سامع معايا. نفترض دخلت بالشكل ده وشديت قبل فول سرفايكال دايليتيشن هيحصل ايه؟ ثانية بس هيحصل كولابس وهيحصل رابشر يوترس. رابشر يوترس فين بقى؟ يعني لما اعمل كده هقطع ايه بقى؟ تعالوا بقى نرسمها لان ديت مكتوبه في العلاج فقط في كتاب الاسم. نفترض ده الرحم وده عنق الرحم. في ارتري شهير هنا تورشوس اسمه ايه ده؟ يوتراين ارتري. وانت بتركب الفورسبس وبتقطع بيحصل القطع كالتالي. بص بيجي كده لاترال سيرفايكال تيلو اكسند فين؟ لاترال وول اوف ذا دايما مع الفورسز كده. يعني زي ما دخلت وجيت الحوادث وطلبوني وفتحت بطن العيانه ولقيت الارتر واخد عنق الرحم في الانجل دي واخد اليوتراين وطالع على اللاترال وول اكيد النائب ركب ايه؟ بلاش حل فورسز قبل الفول سيرفايكال دايليتيشن. جنبه ارتري اسمه ايه؟ يوتراين. ده اذا اتقطع يعمل ايه؟ ايه دي بقى؟ برود ليجامنتري هيماتوما. تعالوا بتشيل كام لتر دم؟ 2 لتر 3 لتر دي مهزله. هل اسيبها ولا اعالجها؟ انت بس كاتب العلاج بس. يعني هل اسيبها ممكن تابزور بدل ما افتح على نفسي فتوحه ولا ادخل افتح واعملها ايفاكيويشن؟ على فكره انا هفتح واعمل ايفاكيويشن. طيب بعد ما عملت ايفاكيويشن اسيب كده؟ لا لازم ادور على البليدر. طب ما لقيتوش هتلاقي كل حاجه فيها اوز كده. امسك مين؟ اليوتراين او ابوه الانتاج الايجابي. يبقى ما تنساش بقى العلاج بتاعه اهو ايفاكيويشن اوف هيماتوما واعمل لايجيشن اوف يوتراين ارتري اور الانتيريور ديفيجن بتاع مين؟ انترنال ايلياك ارتري. يبقى ده مانجمنت. انا ليه ذكرته؟ لان مكتوب في العلاج فقط في كتاب الاسم. هو ما قالكش سببه ايه؟ سببه فورسبس قبل فول سيرفايكال دايليتيشن قطع عنق الرحم وقطع اللاترال وول وخد معاه اليوتراين ارتري فعمل برود ليجامنتري ايه؟ هيماتومه حلها فضي واقفل اليوتراين واقفل مين؟ الانتاج الايميل. يبقى دي انسترومنتال تروماتيك. نرجع The commonest cause of rupture uterus is scar. خلاص؟ طب في مصر مال يوز اوف اوكسوسن. تروماتيك موجود في الليبر بس في البريجنسي صعب اللي هي كار ايه؟ اكسل. اهم سؤال جاي بقى. جات لي عيانه والده قيصري قبل كده. تفتكر ايه الكوزز اوف ويك سكار؟ يعني عايز اعرف السكار ده قوي ولا لا؟ ايه اللي يضعف السكار؟ 8 واللي هيسمعهم 8 خلاص؟ ليه بقى؟ أولا إذا نسيت واحدة تبقى مصيبة عشان المرة اللي بعديها ممكن أحاول طبيعي حاجة اسمها في باك إن أنا فاجينال دليفري أفتر
سيزارين سكشن. طلع بقى ايه الحاجه اللي تخلي السكار ضعيف فيفرقع؟ اول اتنين خدهم وقول لي السكار، تاني اتنين خدهم وقول الدكتور، اللي هي تلاته واربعه، خمسه وسته حاجه تاكل السكار، تاكل فين؟ اخر اتنين حاجه تزود التنشن على السكار او البريشر تاني، يبقى هما التمانيه. انا عايز هما اربع حاجات، يا اما مشكله في السكار نفسه، يا اما مشكله في الدكتور، يا اما مشكله بتاكل السكار يعني بتضعفه، يا اما حاجه بتزود البريشر على السكار. نمسك اول اتنين، قلنا ابر سيجمنت اخطر ولا لور؟ طيب واحده جايه لي ابر سيجمنت سكار، ده اكيد لازم تولد سيزاريا، ما بحاولش معاها بس لور ممكن احاول. يعني قصدي اقول ان الابر سكار اضعف من اللور. طيب الابر سيجمنت سكار اضعف ولا بتاع المايوميكتومي بتاع ورم دي في امتحان النهارده؟ تفتكر اضعف مين؟ هل الابر ولا المايوميكتومي؟ وانا بشيل المايوما اضعف السكار بتاعها. على فكره برضه الابر. خلاص؟ ليه؟ عشان بدخل لغايه جوه، امال المايوما بفتح الول بس ما بتخش اليوتراين كافيتي. اغلس بقى، امتى المايوميكتومي تبقى اخطر؟ دي كانت مكتوبه في الكتاب القديم، نسيوا يعملوا كات بيست. خلاص؟ حاجتين بقى، امتى المايوميكتومي اخطر؟ اذا عملت اوبننج اوف ايه؟ يوتراين كافيتي، ده في انهي نوع؟ سب ميوكس. يعني انت شلت سب ميوكس عن طريق البطن، او ايه كمان؟ مالتيبل سكارز. يعني واحده شلت لها حوالي 50 مايوما، 15 مايوما، كام جرح في اليوترس؟ يبقى عرضه للرابشر يوترس ايه؟ يبقى امتى المايوميكتومي تبقى اكتر من الابر ترانس سيجمنت؟ ودي شفوي وممكن تيجي لك في الام سي كيو، هتقول له اذا فتحت الكافيتي او اذا كان فيها مالتيبل ايه؟ سكارز. نرجع مرجوع كده، حاجتين السكار اللي هيسمحهم السايد ابر اخطر من الابر اخطر من المايوميكتومي واخرس في الامتحان. ما تقعدش تقول اقول لك انت ما انت مالك. خلاص هقول لك بقى، طب امتى المايوميكتومي تبقى اخطر؟ قول له اذا كانت مالتيبل او فتحت اليوتراين ايه؟ كده. طيب حاجتين دكتور حمار، يعني ايه؟ في بعض الدكاتره تيجي تبص عليها كده وهي بتعمل القيصريه تقول ايه الموت، ايه الجمال ده؟ ماسك شوكه وسكينه وقاعد يعمل قيصريه في منتهى الجمال، ها؟ وبيحط بقى التو ايدجز على بعض كده، تقول في واحد بقى، واحد تاني بقى كانه بالظبط بياكل بايديه كده، بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك يروح مخيط الاثنين بقى ويسيب حته زياده. عامل زي وداني الكلب، بيسموها ايه؟ دوج اير، اسمها كده، دوج اير. طلع ان انا اما احط الاثنين على بعض بالظبط ده شغل نظيف، الاقي شكل جميل في الاخر. كده يبقى قوي، بس وانس سبت حته زياده اللي هي بيسموها دوج اير دي، يبقى ديت ويك سكار، ممكن يحصل منه ايه؟ يبقى عرف الدكتور زي ايه؟ امبروبر ابروكسيميشن اوف ايه؟ في ناس بتشتغل بنظافه حيط جرح في الاخر تلاقي شيك قوي بتاع اليوترس. حاطط الاثنين على بعض، هو عارف بيعمل ايه؟ الثاني ده حمار مزود حته زياده كده، وديت ويك سكار، بلاش. امبروبر هيموستيزيس. يعني احنا واحنا بنعمل قيصريه كنا زمان بنعمل سباق، اللي يخلص الاول الثاني هيعزمه على العشاء. خلاص؟ فتلاقينا اثنين بنبتدي مع بعض واحد واقف في النص، حتى العيانين مش فاهمين ايه اللي بيحصل. خلاص؟ وهم بعد كده ابتدوا بعد ما العيانه اثنين، كان زمان جنرال، دلوقتي بقى صاحيه. المهم بعد كده بنروح فاتحين، بنخلص، انا خلصت، انا بعمل ايه عشان اخلص بدري؟ افتح 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 افتح، خلاص؟ اجي اقفل اقول البريتون بيتقفل لوحده، حسين. خلاص؟ الاقي بليدنج، في حاجه اسمها هيموستيزيس. المهم اخر حاجه خلصت، كنت مخلصها والله في خمس دقايق. من جلد للجلد بيسموه كده، سرعه فظيعه وفي الاخر غباوه. ليه بقى؟ اولا نسيت نقطه دم جوه، هتعمل ايه؟ هيماتوما وانفايت السكار هيفرقع، يبقى ما تنساش امبروبر ايه بقى؟ بس ما تبقاش غبي، مش العكس. يعني في دكتور عندنا بدون ذكر اسماء بيقعد بالساعتين ثلاثه في القيصريه، يعني بيروح يساعده ده بيبات معاه، خلاص؟ ويقعد يقول في دم ويقعد ساعة كده ونقطة دم. طب ما انت كده متعرضها لتخدير ايه؟ زيادة. يعني قصدي اقول خليك في متوسط امبروبر هيموستيز. حاجتين بياكلوا السكار، إذا حصل بيربل سيبسز، يعني جالا حمى النفاس أو جالا انفكشن، الانفكشن ده بيرود ايه؟ السكار، فيضعفه. يعني إذا واحدة قالت لك جالي بيربل سيبسز بعد الولادة اللي فاتت، انت السكار عندك فيري ايه؟ ويك. أو امبلانتد بلاسينتا، انتوا عارفين على السكار دي بتعمل ايه فيه؟ بتخرمه اكريتا، فاكرين؟ انكريتا باكريتا، يعني ما تنساش امبلانتد على السكار بتيرود السكار. حاجتين بياكلوا انفكشن وبلاسينتا.
حاجتين بيزودوا البريشر، واحدة حامل في توأم. توينز. ليه بترابشر على السكار؟ بيبقى فيري ويك. بيزود البريشر، بيزود التنشن. بولي هيدرامنيوس. أو تكون عيانة ريبيت فاجينال ديليفري فورورد سيزاريا سيكشن. واحد يقول لك أنا نفسي أقول الطبيعة يا دكتور، أصل المرة اللي فاتت ولدت قيصرة عشان بيبي نازل بالمقعدة يعني بريتش، فده ممكن تاني مرة ينزل براسه ولدتها طبيعي. ولدتها مرة. الطلق هيعمل إيه في الإسكار؟ يتعفن. أنت ولدتها مرة تانية، أكيد الإسكار هيبقى إيه؟ أضعف. عشان كده يا ريت مرة، يعني ما ينفعش مرتين وثلاثة، يعني ريبيت في باك ما ينفعش، هي مرة. يعني أنت ولدت قيصرية، حولتك تاني مرة طبيعي، بس التالتة ترجع قيصرية تاني، إذا كنت عايزها. لأن إذا ضغطت على الإسكار أكتر من كده هيحصل رابشر يوتس. ست حاجات اللي يقولهم بس ما ينساش فيهم حاجة. الثمانية قصدي. يبقى أنت اللي عايزة تقوليه. عندنا أول حاجة أبر أكتر من لور، أبر أكتر من مايميكي، بس مايميكي إمتى أكتر؟ مالتيبل انسيجن او دخلت جوه في يوتراين كافيتي. حاجتين دكتور، امبروبر ابروكسيميشن، امبروبر هيموستيز، حاجتين بياكلوا انفكشن وبلاسنت، حاجتين بيزودوا التنشن. في باك ريبيتد لازم او اوفر ديستنشن. هتقدروا تقوليهم كلهم؟ دكتور رضوى انت النهارده لازم تتعبي. اول حاجه الاسكور يبقى اوفر سيجمنت عشان يبقى ويك. ايوه ده اكتر مهم من تمام. بعد كده امبروبر ابروكسيميشن للايدجز. ايوه وامبروبر هيموستاسيس. بعد كده انفكتد سكار او امبلانتيشن للبلاسنتا. ايوه حسبناك يا دكتور. حاجتين يزودوا البريشر على السكر اللي هو الريبيتد فاجينال ديليفري افتر سيزيريان سكشن، واللي هو الاوفر ديستنشن بولي هيدرامنيوس اوتبوت. انت افتكرتيهم صح؟ اه. طيب نيجي على دايجنوزز. طبعا نعم. هو ليه الاوفر اضعف من اللور مع انه هو هناخده قلت المره الجايه، المره الجايه عندنا سيزيريان. انا قلت هقول نيجي على دايجنوزز اثناء الحمل واثناء مين؟ الولاده. طبعا كده بس شاطر دي كلها. بس ما تشطبهاش ثاني خلاص، لان كاتب كل ده هنا يعني قايل ان الرابشر ديورنج ايه بس ليبر، بس ده غلط. هو لازم ديورنج ايه وايه رجلين وصليب. قلنا هنا بالفرع امتى اذا كان فاكر ثيرد ترايمستر عشان البريشر ايه عالي. بص انا عايز اخد دي الاول وبعد كده احط لك الكلام ده هنا. كتاب الارث مقسم اثناء الولاده عندي رابشر بطريقتين، لا اما سبونتينيوس لا اما ايه تروماتيك. خدناه ده اسمه تروماتيك بوستبارتم. فاكر كان في جدول كده بين اتونيك وتروماتيك. احنا هناخد الخانه بتاعت التروماتيك من البليد، مش هقدر اكتبها تاني. امال السبونتينيوس عندي ثلاث مراحل، واحده داخله لي في قسم 10 حوادث. شفتها قبل الفرقعه واثناء الفرقعه وبعد الفرقعه، حاجه وقلبي بيقع بقى خلاص، يعني ممكن يجي لي انا شوك. تخيل انت بتشوفها قبل الفرقعه هتكتشفها ازاي؟ انت كنت شاطر. هتكتشف اوبستراكتد ايه؟ اشرح يعني هتكون والده مع داير اكتر من 24 ساعة بتقول لك استحمل قيصري من كتر الوجع والاقي رابشر اوف ايه؟ الاقيها دي هيدريتد، افحص بطنها الاقي خط بالعقل كل ده ورايزنج، البيبي مش حاسه، بطنها طوبة، افحصها ست حاجات من تحت لفوق، يبقى دي اوبستراكت. سيادتك غبي هتكمل تسمع الرابشر. مش هيك بتقول لي والنبي ولدني قيصري؟ مرة واحدة تقول لك خلاص يا دكتور ولدت. اقول لها ولدت ايه؟ اروح فاتح الملايه مفيش بيبي خد، وبعدين بعد شويه تلاقي حولت كده وايه واختفى. يعني اول حاجه هتقول لك ايه؟ ستوبج اوف اهي يوتراين كونتراكشن. ما خلاص سمثينج جيفنج واي. عارف الكلمه دي معناها ايه؟ حاجه مزنوقه فكت خلاص. يعني انا افتح لي قيصر الحمد لله ولدت، احساس خزق. انا لما اسمع الكلمه دي اعرف انها فرقعه، بعد كده تحولي ويجي لها كل ايه. طب بعد الرابشر بقى، يعني بعد ما فرقعت كلينيكال بيكتشر اهي اكتبها من اول الساينز. يعني هي فرقعت قدامك هيجي لها شوك، انهي نوع من الشوك؟ يعني الكلام ده هيتكتب هنا. هايبوفوليميك ونيوروجينيك. نيوروجينيك عشان ايه؟ البين، البين البريتون. عمال هايبوفوليميك عشان البليدنج. افحصها ابدومينال الاقي الرحم بعيد عن البين، خلاص البين خرج. البين بقى هحس اجزائه حته حته، ده ممكن احس مناخيره واحط صباع مناخيره كمان. ليه؟ لانه تحت الجلد.
ايه ده دي ايد الله دي صوابع يعني انا حاسس احساس زياده غير كده البيبي مش قاعد كده حاجه براحته راح بايه بقى وبتاع ايه ابنورمال اتيتيود وهلاقيه ديستريسد او ديد تفتكر ايه دايما هو ديد 100% ستريس ده عنده نقص اكسجين جوه ما هو وانس الرحم فرقع حصل ايه في البلاسنتا فصلت خلاص مات يبقى ان هو ديد بنسبه 100% فصل لوكال بقى بدل ما اقول كلوز سيرفز دي في ولاده اولاد دايليتد سيرفز ودي الكلمه اللي بتيجي في الحاله ريسيدنج بريزنتنج بارت حد يعرف يعني ايه ريسيدنج دي لازم اي رابشر يوترس اجكتيف رابشر لازم يقول لي دي في الكيس ان انا كنت فاحص البيبي كان ماينس 1 او 0 مره واحده لقيته ماينس 3 يعني ايه ريسيدنج اختفى في بطن البيبي خلاص يبقى ان هو ريسيدنج يعني اختفى اسمه ريسيدنج بريزنتنج بارت يبقى سيادتك هتكتب دي فين قلنا؟ يبقى ما يجي لي بقى كلينيكال بيكتشر اوف ها رابشر يوترس اثناء ها الولاده لا سبونتينيوس لا والسبونتينيوس ثلاث مراحل قبل الفرقعه اثناء الفرقعه بعد الفرقعه طيب نيجي للعلاج طبعا الشطاره ايه؟ بريفنشن يا رب اشوف الانتجريتي اوف ذا سكار يعني نشوف الثمان حاجات اللي قلناها من شويه طب نفترض اكتف تريتمنت حدي انت شوك ايه؟ وافتحها بالطول ولا بالعرض؟ كده مفيش بالعرض بالعرض ما عايز اوسع ايه اورا ها يبقى انا بعمل ايه بطلع كده لغايه فين امبليكس عايز اوسع اهو اسمها اوبن بوك اسمها اكسبلوراتوري لاباراتومي اسمها كده يبقى انا بفتح ابوك بطنها زي الجراحه طالما ربشر يوترس عشان اعرف اعمل دي كويس يبقى انا بعمل اند شوك ميجرز وافتح بطنها واشوف اذا لقيت التير نوت اكستنسيف اعمل ايه ريبير امال اذا لقيته اكستنسيف وعندها عيال كتير اشيل اليوترس اكتب لي بقى اند ديل ويز الحته دي ديل ويز كومبليكيشنز حد يعرف ايه هي؟ واحد يوريتيريك انجن اثنين يورينري بلادر انجن ما انت ممكن بعد ما فرقعت فرقعت البلادر معاك ثلاثه برود ليجامنتري ايه؟ هيماتوما افضيها ايوه واعمل ايه معاها اقفل اليوتراين او يبقى انا بديل مع الكومبليكيشن لازم اطمن يعني بعد ما يحصل رابشر ولا بعمل سب توتال هيستريكتومي شوف الباقي عشان يكون مثلا اتفرقعت عشان يكون اليوريتر حصل له انجري وبرود ليجامنتري هيماتوما ده بالنسبه لي سب توتال هيستريكتومي الست دي اذا صلحتها وحملت بعد كده تقول طبيعي ولا قيصري؟ مانداتوري يعني ايه مانداتوري؟ يعني لازم ما تقعدش تقعد تفكر مانداتوري سيزيريان سكشن طبعا كتاب الاسم القديم بصراحه كان كاتب حاجه غبيه الترا ساوند او العالم اتفرقعت وشغل ارجع بالسونار انا عايز اطمن البيبي عايش ولا ميت فده يا البيبي البيبي كده كده ميت فعشان كده الحمد لله كتاب الاسم الجديد ما كتبش الترا ساوند نيجي بقى للكومبليكيشن الام هتموت والبيبي هيموت بالك حاله مهببه مورتاليتي في الاثنين طب اذا عاشت هيحصل لها رابشر ان سبسيكونت بريجنس تبقى حاله مهببه اذا جات لك في العياده. الموضوع ده مهم جدا بس هناخد الاناتومي الاول. برينيال تير طبعا انا مش هاخد ريست عشان في امتحان تلت ساعه كامله خلاص؟ فعشان كده هنبتدي بس برينيال تير قبل البرينيال تير اخد اناتومي اوف برينيال ايه ده؟ بادي فاكرين الهرم ده؟ اللي هو بين الفاجينا والايه؟ والانس ربنا حطه ليه؟ علشان راس الفيديو وهي معديه ما تفتحش مين؟ الانس الهرم ده طلع قصه موجود في اول كتاب الاسم اسمه اناتومي اوف برينيال ايه؟ باطي البرينيال باطي ده بيراميدال ماس اوف تيشو بين مين قدامي؟ فاجينا وبين ورا انس وريكتم طيب تعالى معايا بقى نشوف ماشي من تحت لفوق ايه؟ ده ايه ده؟ سكين اهو ادي السكين بعد كده اذا فتحت السكين هتلاقي سوبرفيشال فاشل بعد كده عضلات اسمها بيرينيال ايه؟ مصر هناخدها بقى دي اول مره ناخدها. اخر حاجه بقى عضله اسمها ليفيتور ايناي. ليه بقول دي كاسيتين فايبر؟ اللي مذاكر هيعرف. فاكرين بقول ان في يو شيبد لوب بيلف حوالين الفاجاين؟ اليو شيبد لوب ده كان حتى سميناه سفنكتر فاجاين، يعني لما بتيجي تكونتراكت بتعمل ايه؟ بتقفل. وهي معديه الفايبرز من ناحيتين بتيجي عند الايبس بتاع الهرم. يعني دي كاسيتين فايبرز اوف مين؟ انهي جزء؟ بيوبو فاجينايز
يبقى طلع الاناتومي بتقوله من تحت لفوق او من فوق لتحت التحرك. يبقى اول لاير ايه؟ سكين ثم سوبرفيشال ثم برينال باس ثم ليفيتور. احنا خدنا دي الليفيتور النايت كان ثلاث اجزاء. حد يعرف الهم ليه؟ قوليهم. بيوبو لا ايوه بيوبو كوكسجياس ها اليو كوكسجياس اسكو. اما اقول لك بقى بيوبو كوكسجياس تتقسم ايه تقولي لي بقى فاجينالس وريكتالس وبروبر. يعني قصدي اقول ان فيتور دي سي بي 4 خدناها. امال البرينيال ماسل بقى الست دي نايم وفاضي اسمه ايه؟ لايسوتيوم بوزيشن. هقول لكم سؤال ام سي كيو بيجي في الحته دي. بص ديت الفاجينا دي فتحه الفاجينا دي فتحه مين؟ ليمس. العين دي انهي لاير؟ انا شلت السكن وشلت السوبرفيشال فاشيا يبقى اللي قدامي انهي عضله دي؟ بيرينيال ماسلز. فانت قصدي يعني انت شلت اول تو لايرز في الهرم وباصص على عضلات في الوضع ده. اول عضله بالعرض بين مين ومين؟ فاجينا والانس. حد يقول لي بس البرينيال بادي فين هنا؟ في الرسمه دي كله احمر في الحته دي. يعني البيس كده والابكس فين؟ جوه. بين مين ومين دي؟ فاجينا اند انس. تعال بقى نشوف اول عضله بالعرض كده عضلات اسمها ترانسفيرس. واحده سوبرفيشال واحده اسمها ترانسفيرس برينيال ماسل سوبرفيشال اند دي. هل دي داخله في البرينيال بادي؟ اه اكيد هي مخترقات اهو. طيب تعال نشوف دي اكسترنال انال سفينكتر ده فولانتري. يعني دي اللي عامله الكرمشه بتاعت الانس على فكره. يعني اللي عندنا الكرمشه دي سببها ده في تون فظيع. ده بقى انت بتتحكم فيه. يعني انت قاعد دلوقتي تقول مش هدخل تدخل الحمام تفتحه. يعني ده فولانتري كنترول ده تحت الجلد اسمه سب كوتينيوس بارت اوف اكسترنال. هل ده داخل في البرينيال بادي؟ اهو ايه اللي مش داخل اهو؟ الجزء ده داخل وده البرينيال بادي. طيب اخر واحد بقى بالبو كافيروزس. اه بالبو كافيروزس دي داخله في البرينيال بادي؟ اه. طب اسكيو كافيروزس. يبقى سؤال بيجي في الانسكيو ايه البارت الوحيد اوف برينيال ماسل اللي مش داخل في البرينيال بادي؟ اسكيو كافيروزس. يبقى عندنا اربع اجزاء ترانسفيرس اذر سوبرفيشال اور دي. امال ايه دي؟ اكسترنال اير سنتر ده بالبو كافيروزس. امال دي اس كيو كافيروز. اذا انا ضربت البرينيال بادي الهرم ده اسمه برينيال ايه؟ تير اللي انا هبتدي. يبقى امتى اقول كلمه برينيال تير؟ ان انا قطعت البرينيال ايه؟ بادي الهرم. طبعا في الاسم عامل مقارنه انا نقلتها زي ما هي بس نظمتها بس بين سيرفايكال لاسريشن وبرينيال لاسريشن. السيرفايكال يعني عنق الرحم اتقطع وانا بولد. امال البرينيال؟ لا البرينيال اللي هو البرينيال بادي اللي احنا قلنا عليه. تعالى نعمل مقارنه الاثنين الاسباب سبب في الباور سبب في الباسج سبب في الاتند وشال الباسج. عارف ليه؟ اصل الباسج هياثر على مين بس؟ برينيال اسيشن. فقال اشيلها عشان ما يقعدوش يعني ايه بيسهل لكم ده كده اصعب ان انا اشيل الباسج. يعني هنا اكتب نو باسج زي ما هم كاتبين. يبقى انا حاجه في الباور حاجه في الباسج حاجه في الاتند اللي هو حضر الولاده. نمسك في الباور بريسيبتد ليبر ليه بتعمل سيرفايكال وبتعمل سكينه خلاص. بيبي خارج يقطع عنق الرحم ويقطع الفاجينا ويقطع البرينيا. يعني اذا جاب لي فاجينا لاسريشن هي هي نفس الاسباب. يعني في بعض الاحيان استهبلوا في امتحان قال لك كوزز اوف فاجينا لاسريشن هي نفس الاسباب بتاع البرينيا لاسريشن هي هي. يعني بكتب دي تساوي فاجينا. طيب نيجي للباسنجر بيبي فحل لسه قايل هيسلك طريقه ماكروسومي هيعدي من السيرفكس ويعدي من الفاجينا او مال برزنتيشن لانه بينزل بدايمتر اكبر من الدايمتر الطبيعي بتاع النورمال ايه؟ ليبر. امال الاتندنت بقى ركب ده هنا قبل الفول ها سيرفايكال دايلاتيشن. طب وهنا بدون ما يعمل ايبيزيوتر دي مالهاش ودي مهمه. اصل هنا سبب غير هنا خالص. يعني الفورسز ده شروطه لازم تبقى العينه فول ايه؟ دايلاتيشن. يبقى اكتب هنا قبل ما يحصل فول سيرفايكال دايلاتيشن. طيب هنا لازم اعمل ايه؟ ابيزود. ليه بعمل ابيزود مع الفورس؟ انا راسي نفترض 9.5 صح؟ انا بحط ده الدايمتر ايه؟ زاد. يبقى كده لازم اعمل ايه؟ ابيزود. يبقى ما تنساش هنا هتكتب في التروما اوف فورس هنا بيفور فول سيرفايكال دايلاتيشن. امال هنا
without episodic, ودي غلطه من الحمار اللي بيولد اللي هو مين الاتري. تعالوا بقى باد مانجمنت اوف فيرست ستيج. يعني انا عملت مانجمنت غلط للفيرست ستيج. عملت ايه؟ عنق الرحم ثلاث صوابع اللي بنعملها في قصر العيني على فكره، بس محتاج ايدين قويه. وروح مدخل ايدي كده، افترض هو ده عنق الرحم كده على راس البيبي، شايف الحته دي؟ مستعجل. اروح اعمل ايه؟ احط صباعي كده واقعد الف بجيلي، الف بجيلي، الف اسمها مانيوال ايه؟ ده اللي مش عارفين، ده غلط. انت لما تيجي تعمله قوي ممكن يحصل فيه ايه؟ تاني. يعني ما تنساش مانيوال دايلاتير بنعملها، انا لسه عاملها امبارح. خلاص؟ المهم عيانك بس ايه؟ بس انت تبقى شاطر. يعني وانت بتعمل مانيوال دايلاتيشن لازم يكون السيرفكس فيري ايفيز رفيع، ما يبقاش تخين. اذا كان تخين وانت بتعافر هيحصل له ايه؟ مش اي حد يعرف يعملها، بس القصه ان بنعملها، بس ما تعملهاش اما يبقى ايه؟ ثيك سيرفكس. يبقى ما تنساش مانيوال سيرفايكال دايلاتيشن مستعجل. طب دي بقى في السكند ديجن، راس البيبي وهي بتطلع بتعمل حاجه اسمها كراونينج، يعني ان الراس بتطلع وهي فليكسد لغايه ما يعدي الدايمتر ده اسمه ايه؟ تلاقيه طلع وما رجعتش. يعني دايما اي راس تطلع وترجع، تطلع وترجع، لا هنا طلعت وايه؟ ما رجعتش. يبقى حصل كراونينج، ابتدي اخليه يعمل ايه؟ طب نفترض ان انا سبته يعمل اكستنشن قبل الكراونينج، هيعمل دايمتر كبير ويقطع مين؟ او ان انا عملته خليت الاكستنشن قبل ما اعمل ابيزيوتومي. يعني هو خلاص باك جراوند عمل اكستنشن ونسيت اعمل، هيحصل تير ولا لا؟ يبقى احنا عندنا الدكتور هنا عمل غلطه من اتنين، لا اما خليه اكستند قبل الكراوننج، لا اما خليه اكستند قبل مين كمان؟ الابيزيوتومي. يبقى نقول الاسباب بتاع السيرفايكال تير نراجعها عشان تطلع برضه تذاكر في البيت بسرعه. سبب في الباور ايه؟ ريسيفنج. سبب في الباسنجر مان برزنتيشن ماكروسومي. سبب في الاتندر فورسز قبل الفورس فايتال ادابتيشن او ويزاور ابيزيوت. مشكله في الفيرست ستيج في الاثنين دي، في الفيرست ودي السكند. قال لك الترايل اوف مانيوال مانيوال دايليتيشن. امال هنا عملت اكستنشن قبل الكراونينج او ويزاور ابيزيوت او قبل ابيزيوت بري ديسبوز. مين العيانين اللي عرضه للتير؟ مين العيانين اللي عرضه للتير؟ مكتوب هنا حاجتين مشتركين. ايه هي؟ إديما وفرايابيلتي مع البرولونجد ليبر وريبيتد بي في. كتر الفحص بيعمل خلي التيشوز ايه؟ فرايبل، فتتقطع لا سرفايكال او برينيال. طب هنا بقى بريفيس اوبريشن، ايه الحمليات اللي ممكن تتعمل في عنق الرحم تعمل فايبروزز؟ خدنا موضوع اسمه سيركلاج كورنايزيشن، اي عمليه خلاص كوتري. يعني قصدي اقول اي عمليه في عنق الرحم ممكن تعمل فايبروز، فتخليه ايه؟ فايبرس تيشو. تيجي يفتح يفرقع. يعني ما تنساش ده. هنا بقى اي عمليه في الـ في الـ في البرينيه زي ايه؟ بوستيريور كولبو برينيوراتي. فاكرها؟ ان انا بعمل ورا في سكار، السكار ده ممكن سايتو في رفش. يبقى لا اما عمليه هنا زي كلاسيكال ايبر، او عمليه هنا زي مكتوب سيركولاج. ده فرنسي ولا ده ما اعرفش، ده كتاب القسم انا قايلها. امال هنا سيرفايكال ريجيديتي، ان عنق الرحم ريجيد، وهنا بيرينيوم ريجيد في الاولدر برايمري جرافيتي. قلنا هنعمل ايه هنا؟ ايبيزيوتوم. امال هنا قيصريه. نيجي لاخر حاجه بس انت بريفي، اما تبقى مشيمه ماسكه على عنق الرحم بتزود الفاسكولاريتي فتخليه فيري فرايبل، فبتبقى فيري ثين وفيري فرايبل، يبقى بلاسنتا بريفا بتضعف عنق الرحم. يبقى ما يقول لي في الامتحان ايه البري ديسبوزنج فاكتور؟ ايديما وفرايبلتي في الاثنين. اثنين فيهم عمليات، اثنين فيهم ريجيديتي. طب لو نقول لك بالوان اهي عشان تفتكر بالكلمه دي، دي هزود عليها بلاسنتا ايه؟ بري. اللي جايه خد ده ديجريز اوف بيرينيال تير. والله خد ده، بس انا بقى هشرحهم بتفاصيلهم. الرسمه دي عندنا كام ديجري؟ انا عايز اعرف العينه دي فين البرينيوم فيها؟ اهو كان طوله كام؟ 4 سم اللي هو المسافه بين ايه؟ الفاجينا والانس. هنا في عضلات من قدام لورا، خدناها في الكليات في الورق. اول عضله هنا اسمها برينيال ايه؟ ماسلز، مالهاش قيمه. عضله شهيره اسمها ليفيتور ايناي. عضله لفه حوالين الانس وفولانتري تقدر تتحكم، اللي هي اكسترنال انال ايه؟ تعالوا نشوف الديجريز، 4 ديجريز او 3، يعني في ناس يقولوا 3 وفي ناس يقولوا 4. أول ديجري إن أنت خدت الجلد والفاجينا.
هل يحصل كولابس؟ لا، عشان مين انتكت؟ اللي فيك. طيب سكند ديجري خدت كل عضلات مين؟ اللي هو البلفيك فلور، اللي هي البرينيال ماسل ويل ليفيتور. يحصل كولابس؟ اه طبعا. يبقى انهي ديجري تعمل كولابس؟ الاجابه سكند. تعالى ثيرد، قطعت كل ده مع الاكسترنال انال سترينث، ده اسمه ثيرد. هل يحصل كولابس؟ لا. ليه؟ علشان انا مش قادره تتحكم في الاستول فتستعين ببقيه الليفيتور فتقوى وتمنع. يعني الثيرد ما تعملش. طب فورث بقى، خد الريكتر وول. هتقولي طب في ناس بيحطوا الاثنين دول ثيرد. بصراحه يا ريت دي لوحدها ودي لوحدها، انا شفتها كتير. يعني واحنا كنا بنولد زمان كنت بلاقي قطع في الاكسترنال انسيتر بس حقيقي، والريكتم سليم. امال اذا قطعت الريكتم دي اسمها اني ديجري؟ فورث. يعني تكتب من الاول هنا. حد يقول لي بقى فورث ديجري بيتكون من ايه؟ بينينيال سكين اند فاجينا بلس بينينيال ماسلز بلس